لم تكتفي ميليشيات حفتر بقصف منازلهم ومناطقهم وتهجيرهم وإجبارهم على النزوح، فما زالت جائحة حفتر تلاحق النازحين الذين ذاقوا عذاب النزوح والتهجير. ففي يوم السبت قصفت ميليشيات حفتر أحد مواقع إسكان النازحين بمنطقة الفرناج، ليخلف هذا القصف 6 قتلى وأكثر من 17 جريحا من المدنيين والنساء والأطفال. هذه الميليشيات تكثف قصفها على المدنيين بعد أي تقدم تحرزه قوات بركان الغضب في محاور القتال أو أي استهداف يشنه سلاح الجو على آليات وتجمعات قوات حفتر. وهذا ما حدث بعد استهداف منظومتي الدفاع الجوي بانستر الروسية في قاعدة الوطية القابعة تحت حكم ميليشيات حفتر. عدسة التناصح رصدت حال المواطنين والنازحين الذين استهدفتهم مدافع حفتر الوحشية التي لا تحل موضعا إلا حل القتل والتهجير والدمار معها. نازحين من عين زارة تولينا عام لنا سنة. وين قاعدين؟ وقاعدين هنا من مبيت الجامعة. موقف أمس الله لا تروحك، صواريخ تتنطر من تركينا لتركينا. هاي الحفرة جت فيها قذيف، واحد هرب بك طاح قدامي غادي 50 متر وطاح، الله يرحمه. واحد جبتها من تحتها ونلوحها 4 متر نجبدوا فيه من تحتها، واربعة متر وما بينه وبين ليبيكو وهو تحت ليبيكو، رجلا قصت وقمناه سعفناه وزوز سعفناه مونا في السيريليون هذيك، واحنا نازحين وتو تحت القصف قاعدين. دمر خلاص دمرونا احنا اصلا. المرة الأولى قصفين بالطيران، قصفونا بالصواريخ، قصفونا بالجراح. تبعوا عندها أختها متوفية، عمتها توفت مسكينة في القصفة هي. شنو يهود ولا شنو مسلمين احنا؟ وين المجلس الرئاسي؟ وين البلدية؟ وين العميد البلدية؟ وين الليبيين؟ وين يقولوا احنا وحنا وحنا معاكم؟ وين معانا؟ احنا أمس وأولامس، احنا مرتين قصفنا أولامس وقصفنا أمس. والناس ماتت قدامنا، صغار ماتوا، نسوين ماتوا، وتشردنا من أحياشنا، ونمشوا تاني بالله عليكم يا ليبيين، قولونا بس خوتنا الليبيين لابوا يرحمونا ولا رحمونا ولا الدولة حسبونا الله ونعم الوكيل وخلاص.